بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في هذه الذكرى التي نحتفل بها بتحرير طرابلس، في هذه الذكرى لرفع الظلم والطغيان، في هذه الذكرى للقصف الإماراتي الذي استعدانا به برلمان طبرق أو المجتمعون في طبرق، في هذه الذكرى لنا أن نسأل ونتساءل: هل نرفض الحوار؟ هل نرفض حوار ليون؟ هل نرفض مسودة ليون؟ هل مسودة ليون اتفاق سياسي وسنذهب إلى اتفاق سياسي؟ لأن المشكلة مشكلة سياسية وليست قانونية، لنا أن نؤصل هذه الأمور. نحن لا نرفض الحوار كمبدأ للحوار، ولكن حوار ليون للأسف هو حصان طروادة، فهو لا هو بالتفاوض ولا هو بالحوار، بل هو مقاسمات وتفاهمات سياسية للثورة المضادة، لثورة مضادة وانقلابات تحالفت مع انقلاب حفتر الذي جمد الإعلان الدستوري. هل المسألة مسألة مسودة ليون من الممكن أن تقبل؟ هل من الممكن أن تحل شيء من الإشكال الموجود؟ لا والله، إنها ستزيد من الدماء، لأن الاتفاق اتفاق غير متزن. هذه المسودة تؤصل لانتهاك السيادة الليبية، هذه المسودة تؤصل لاحتلال جديد، تؤصل لاستعمار من نوع جديد، أو ما يعرف في العلم الحديث الآن الإدارة عن بعد. الحكومة الموجودة في هذه المسودة ما هي إلا حكومة عميلة بامتياز، امتدادها بالكامل إلى العالم الخارجي، إلى المجتمع الغربي، امتداداتها بالكامل إلى ليون وبعثة الأمم المتحدة. لا وجود لأي حاكم عليها، لا برلمان ولا أي سلطة داخل الدولة الليبية. هل مشكل في ليبيا مشكل قانوني أم سياسي؟ إن كان المشكل في ليبيا مشكل قانوني، وأنا أحد الذين تقدموا إلى المحكمة بالقضية في مشروعية الانعقاد، أنا والأستاذ محمد إبراهيم الضراط والأستاذ سليمان الفقيه وأيضا الأستاذ عبد الرؤوف المناعي، إيمانا منا بقطعية أن المشكلة كانت مشكلة قانونية، ونحن نؤصل إلى قوانين داخل البرلمان. فكيف نبدأ حياتنا في مسيرة القانون بمخالفات قانونية أتبعها فيما أتبعها فيما بعد ما كان من المجتمعين في طبرق، من قرارات انتهاك للسيادة، ومن تجاوزات لا يرضى بها أي عاقل، من اتفاقية عقدت مع مصر، اتفاقية خزي وعار بمعنى الكلمة. فكانت الجماهير حاضرة، فكانت لهم كلمتهم. اليوم المظاهرة 56 على التوالي، لكم نفس الكلمة. أنتم قبل حكم المحكمة من وقف في وجه المجتمعون في طبرق، أنتم من قبل حكم المحكمة من أعطى الشرعية للمؤتمر الوطني وقال أنه يمثلنا. بعد حكم المحكمة الآن أصبح هناك المؤتمر الوطني، ونشد على أيدي الشرفاء فيه، ونشد على أيدي المناضلين فيه. وجاءنا ليون بهذا الحوار الجديد، وجعل من المؤتمر الوطني إحدى شخصيات الحوار ولم يجعله طرفاً. وللأسف الشديد بعض الشخصيات السياسية من داخل المؤتمر الوطني ومن خارجه ومن كتل الأحزاب السياسية أنساقت وراء أن المشكل مشكل سياسي. إذا كان المشكل مشكل سياسي فنحن جزء من الحل، نحن الميادين والساحات، نحن النواب المقاطعين، نحن التوار في الجبهات، نحن دار الإفتاء، نحن المؤتمر الوطني. إذن المؤتمر الوطني يمثل بالخمس إلى جانبنا، والقرار يتخذ بالمشاركة معنا، ويكون ممثلين لنا مع المؤتمر الوطني في القرار، ولا سلطة لهم في هذه الحالة، لأن المشكل مشكل سياسي. نحن من وقف في بحر الشمس، نحن من وقف تحت الأمطار، ونحن نتظاهر. يجب أن نعي هذه النقاط، أننا إذا كانت المشكلة مشكلة سياسية فنحن جزء في هذا الحل. لن نرضى
لن نرضى على الإطلاق بأن تتلاعب بنا الأحزاب السياسية في مصالحها، لن نرضى بأن يتلاعب بنا الإنقلابيون، لن نرضى بأن يتلاعب بنا التيارات السياسية، لن نرضى بأن يضحك علينا الغرب. يقولون لنا مجلس دولة، ويشترطون أن يكون من أعضاء المؤتمر الوطني الصحيح عضويتهم، أي بعد حكم المحكمة، حتى يقصوا الشريف الوافي ومن كان في المؤتمر الوطني ممن أعلنوا استقالتهم وقادوا حراك لا للتمديد. هنا أقول لحظة من فضلكم، إن كان المشكل مشكل سياسي وذهبتم إلى اتفاق سياسي، فيجب أن نكون نحن الخمسة ممثلين في هذا الجسم. وإن كانت المشكلة مشكلة قانونية والقانون والقضاء قال كلمته، فأنتم ولي الأمر في هذا الأمر. ولكن ما نلاحظه الآن من ارتفاع نغمة أن المشكل مشكل سياسي، فلنقف جميعا وقفة واحدة ولنتحاسب ولنتقاسم، لأنه نحن جزء من الحل كما سبق وقلت. للأسف ما نراه الآن وما نسمعه الآن إغراءات الحكومة، هذا نائب في الحكومة وهذا وزير في الحكومة وهذا وكيل وهذا سفير، بل قد يرى البعض أن يلتحق حتى بغفارة بهذه الحكومة العميلة. ليس لهذا خرجنا، وليس لهذا ضحينا، وليس لهذا سالت دماء، بل سالت دماء في قضية حق وباطل، في قضية استقلال وطن قد تضيعه هذه المسودة منذ أن صار الاحتلال الإيطالي، منذ الأجداد. هذه المسودة تؤصل لاستعمار جديد. هل هناك بدائل أم سنظل نرفض للرفض؟ لا، لا نرفض للرفض، دائما هناك البدائل، دائما هناك الحلول، ولكن الحلول لا تكون إلا مع النوايا الصادقة، إلا مع النوايا الصادقة. الآن نسمع عنهم وهم يعقدون في صفقات مع بينهم وبين عناصر النظام السابق، عناصر القطط السمان الذين مسوا عروقنا، الذين نهبوا أموالنا، والآن يريدون أن يتقاسموا السلطة مع التيارات السياسية التي خانت ثقلتنا فيهم. إن كان كنا سنتقاسم سلطة مع الأزلام، فلنعقد اتفاق مع الموجودون في السجون، على الأقل نستطيع أن نعقد معهم اتفاق يرضينا ويرضيهم. أما أن يفرض علينا الأزلام في صفقات سياسية، فلا والله، لا والله. مصراتة، بنغازي، سبها، زليتن، مسلاتة، طرابلس، زوارة، الخمس، كلها مدن قالت قولتها، قالت قولة واحدة، لا لا للاحتلال، لا لا للقصف الإماراتي، لا لا لبرلمان طبرق، لا لا لبرلمان يشرع للتدخل الأجنبي. فلن نرضى بتدخل، ولن نرضى باتفاقية بهذا الأساس، ولن نرضى من أعضاء المؤتمر الوطني. وليأخذوها نصيحة من أخت لهم، كنا نتمنى منهم أن يخرجوا علينا بما يطمئن قلوبنا، بأن يقولوا كلمة واحدة فقط، إننا لن نكون في أي منصب من المناصب، أننا نعلق عضويتنا في أحزابنا. لم نرى هذا الأمر، بل رأيناهم انخرطوا، وللأسف الشديد البعض منهم انخرط في لعبة السياسية الحزبية، وللأسف الشديد. أنا لا أتحدث معكم الآن ولا أقف أمامكم الآن انطلاقا من قاعدة انتخابية، فأنا مواطنة منذ حكم المحكمة مثلي مثلكم، أخرج في المظاهرات مثلي مثلكم،
لا أتحدث معكم انطلاقا من قوة عسكرية أمتلكها أفرض بها رأيي، لا والله حاشا وكلا. لا أتحدث معكم انطلاقا من مال سياسي أكتسبه لأفرض عليكم رأيي أو لأغريكم باتخاذ موقف، ولكن أتكلم معكم بصوت العقل. من رأى في كلامي صوت العقل فلينادي بما أنادي به، وليتخذ القرار كما اتخذته. إن كانت المشكلة مشكلة قانونية فالمؤتمر ولي أمرنا وليس الحل في حوار ليون، وإن كانت المشكلة مشكلة سياسية فنحن شركاء، ويجب أن يعد الفريق الحوار ليكون الخمس الكل فيه واحد، الكل فيه واحد، والقرار فيه للكل، والقرار فيه للكل. ما نتمنى أن نصل إليه ليس تقاسم للسلطة، فتقاسم السلطة لن يؤدي بنا إلا إلى مزيد من الدماء عندما يختلف على الاتفاقات. رأينا المؤتمر الوطني في حكومة علي زيدان كيف اتفقوا وجاءوا بعلي زيدان، وما أن اختلفوا حتى أصبح الابتزاز على مسودة ومقترح فبراير، وهذا ما أوصلنا إليه. مقترح فبراير كان انقلاب لا للتمديد، وكان الاختلافات على الحكومة التي جاءوا بها في تقاسم سلطة، فسووا المسألة خروج زيدان بمقترح فبراير. والآن هل سنذهب إلى تقاسم سلطة يكون بيننا وبين الغرب فيه حصة؟ هل سنتقاسم السلطة ونرهن الوطن للغرب؟ ما نريده مرحلة انتقالية آمنة لا وجود فيها لتقاسم السلطة، وإن كان هناك تقاسم للسلطة فبين المؤسسات وليس بين الأحزاب والتيارات. يجب أن تقوم الدولة على أسس توازن المؤسسات لا على أسس المحاصصات الحزبية والمصالح الخاصة الضيقة التي هي مصالح آنية يضيع فيها الوطن. نرى الكثير من الأحزاب، البعض يقول أننا لن ندخل أو لن نكون موجودون إلا بعد الدستور وعلق عضويته الحزبية، البعض قال نعلق عضويتنا في المؤتمر الوطني، والبعض قرر عدم المشاركة في الحياة السياسية. للأسف وجدناهم جميعا في الجزائر، ثم وجدناهم جميعا في جنيف يتقاسمون السلطة. أينما تعاهدوا به؟ أينما خرجوا منه؟ للأسف إننا في لعبة أحزاب لن يقف ضد هذا التيار وضد تيار الغرب الذي يريد أن يجد له موطأ قدم من خلال تسوية خلاف بين أبناء الشعب الليبي. ليس هكذا تسوى الخلافات. إن كان حوار حقيقي فمرحبا به بين أبناء الشعب الليبي، وإن كان تفاوض في هيئة حوار وفي لباس الحوار فلا وألف لا، لسنا بالخب ولا بالخب يخدعنا. الحوار، أي حوار يجب أن ينطلق ويكون على الأراضي الليبية وفي البقع الليبية. لا تفاوض ولا مساومة على قضايا الوطن، لا تفاوض ولا مساومة على القضايا الإنسانية، لا تفاوض ولا مساومة على جراح الوطن، لا تفاوض
ولا مساومة على دمائنا وجرحانا. لا تفريط في استقلال ليبيا، لا تفريط في استقلال ليبيا. أتمنى وأدعو الله أتمنى وأدعو الله من إخوتنا الشرفاء في المؤتمر الوطني ممن وثقنا فيهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وقدر الثقة، وأن يحددوا لنا واقعا لا حقيقة. لا نريد أن نسمع من أحزابهم أو من تيارات يمثلونهم، نريدهم أن يحددوا لنا واقعا وفعلا هل المسألة مسألة قانونية، فينتفي هذا الأمر، وليعلن المؤتمر الوطني على خارطة طريق بديلة، وليعلن المؤتمر الوطني عن حوار حقيقي بين أبناء الشعب الليبي منطلقه ومرده في ليبيا، أو أن يقولوا أن المسألة مسألة سياسية بالدرجة الأولى والمشكلة مشكلة سياسية، ولنأخذ طريقنا إلى مشاركتهم ونتخذ الآليات التي نشاركهم بها، لأنهم لن يكون لهم أي صفة اعتبارية عندما يكون المشكل مشكل سياسي، لأن نحن شركائهم، نحن شركائهم قبل حكم المحكمة، ونحن شركائهم بعد حكم المحكمة عندما يفرطون في حكم المحكمة، عندما يفرطون في القضاء. هم في حقيقة الأمر فرطوا في الدولة الليبية، هم في حقيقة الأمر فرطوا في الدولة الليبية. فما الفرق بينهم وبين من اجتمعوا في طبرق وأدخلونا في هذا المعترك؟ لا فرق، لأننا سنذهب إلى معترك أشد وأنكى من الذي نحن فيه، بل سنكون فيه إضافة إلى معترك لا نعرف دهاليزه. سنكون قد فرطنا في سيادة ليبيا وفي استقلال ليبيا، ورهنا ليبيا إلى الغرب. فهذا ليس المسودة، هذه ستكون بديل للإعلان الدستوري، ولكنه للأسف الشديد هذا الحوار وهذه المسودة ما هي إلا حصان طروادة لاصطياد ليبيا وجعلها رهينة للمجتمع الدولي. في الوقت الذي أحيي فيه تماسككم وأحيي فيه صمودكم، أدعوكم إلى أن تستمروا في هذا الصمود، وأنا واحدة منكم، منكم وإليكم، لا أزيد عليكم في شيء. إما أن نكون جميعا شركاء سياسيين في وضع هذا الحل وفي اتخاذ القرار، وإما أن يقولوا أن المشكل مشكل قانوني، وعندها النصيحة والمشورة لهم منا، والدعم لنا والمساندة منا لهم. أقول أننا قد نغفر لهم ما ارتكبوه في مقترح فبراير، قد نغفر لهم، ولكن لن نغفر لهم بالمطلق توقيعهم على هذه المسودة المشبوهة، هذه المسودة التي يترشح اليوم لحكومتها من ساومون عليه بمقترح فبراير، يترشح لحكومتها علي زيدان. ففيما كان كل هذا العبث، ما كان من باب أولى أحضروه وانتهى كل شيء. أتمنى أن نستعيد رشدنا، أتمنى عليهم أن يفكروا قليلا بعيدا عن الضغوطات الحزبية. أتمنى ممن يقول أنه لا بدائل، هناك بدائل كثيرة، فحوار ليون لم يكن الحوار الوحيد ولم يكن الخيار الوحيد، هناك الكثير من الخيارات السلمية والحلول السلمية. خرج علينا طارق متري قبل نتائج الانتخابات بمبادرة حوار، خرج قبلها المبعوث الإنجليزي بمبادرة حوار،
واليوم يخرج علينا اليوم بمبادرة حوار، وغدا سيخرج مبعوث آخر بمبادرة حوار أخرى، وهناك الآن مبادرة جديدة من الاتحاد الأوروبي. ليست الحل الوحيد، ولكن إن فرطنا نحن سينقلب علينا الأمر، وسيحكمون بوصاية على الشعب بسبب ضغوطهم علينا. لقد رهنوا العملية السياسية بحياة المواطن، وللأسف الشديد إذا أردت أن ينصرح سعر الدولار فعليك بقبول المسودة، إذا أردت رفاهية المعيشة فعليك بقبول المسودة، إن أردت ضغوطات يمارسونها على الشعب حتى يعطيهم صك الوصاية. لا، لن نعطيهم صك الوصاية، لن يكونوا أوصياء علينا إلا بميثاق بيننا وبينهم وعهد بيننا وبينهم، إن خالفوه سقطت ولايتهم. لماذا لا يلجؤون إلى تجنيب الحياة المواطن عن الصراعات السياسية كما حدث في لبنان؟ لأنهم يريدون تركيع الشعب. إن كان ليون وغير ليون جادين في إيجاد حل حقيقي، كان من باب أولى تجنيب حياة المواطن البسيط عن الصراع السياسي، ولكن ما نراه للأسف الشديد أنهم ربطوا حياة المواطن البسيط بصراعهم السياسي، حتى يكون المواطن البسيط دائما في حالة استقطاب، حتى يستطيع أن يركع هذا المواطن. وللأسف الشديد نحن مع أي حوار جاد، حوار ينطلق من أهداف 17 فبراير، حوار ينطلق من مشروعية الإعلان الدستوري، حوار يعلي من شأن القضاء، فلن نقبل بأن ينهار القضاء. هذا ما نحن معه، أما المساومات والمفاوضات السياسية فليذهبوا بها بعيدا، فليذهبوا بها بعيدا، فلسنا قاعدة لخلافاتهم السياسية. ما نسعى له بناء وطن، ما نسعى له قيام دولة، هذا ما نسعى له، ولا نسعى لتقاسم سلطة، لا لتيارات حزبية ولا لتيارات سياسية ولا لتسليم ليبيا للمجتمع الغربي. أتمنى أتمنى أن نواصل المسير وأن لا نقع ضحية الاسترهاب في وضع لبنات الدولة. أدعو الله ألا نقع ضحية الاسترهاب في بناء الدولة، وأن تكون النصيحة والمشورة هي العنوان لنا ولهم. بارك الله فيكم، وأرجو أن تسامحونا على الإطالة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.